السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد وملخص جديد، وهذه المرة مع UFC 301. هو كارد حقيقة ضعيف نسبيا من ناحية الأسماء وأيضا من ناحية المواجهات، لكننا سنتحدث عن المواجهات التي ارتأينا أنها مهمة كالعادة. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ابقوا معنا وسنبدأ على بركة الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير. والآن مع القتال الرئيسي الذي جمع بين ألكسندر بونتويا وستيف إيرسينغ، سنتحدث بشكل بسيط عن هذا القتال وسنتحدث عن من فاز بالجولات لنرى هل النتيجة الأخيرة كانت صحيحة أم ماذا. بشكل بسيط الآن نبدأ بالجبلة الأولى التي كانت من نصيب بالنسبة لي من نصيب ألكسندر بونتويا الذي حصل على تانك داونز وكنترول تايم وبعض من الجانا باوند، لكننا لاحظنا أثناء الالتحامات على الواقف أن ملاكمة ستيف إيرسينغ أفضل. ثم ننتقل للجولة الثانية التي كانت من نصيب ستيف إيرسينغ، وحكمنا يأتي على تقسيم الجولة لنصفين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول كانت لنصيب ألكسندر بونتويا الذي تحصل على تانك داونز، لكن المشكلة أنه لم يقم بأي شيء بهذه الإسقاطات. ثم نأتي لمنتصف الثاني من الجولة والتي كانت بشكل كبير لصالح ستيف إيرسينغ الذي اعتمد بشكل أكبر على ملاكمته والتي ظهرت أنها أفضل ويعني تمتلك وقع أكثر، ونتج عنها كومبو رائع الذي كان هو أهم حدث بالجولة لصالح ستيف إيرسينغ، وبالتالي أعطي الجولة له. الجولة الثالثة والتي هي بالنسبة لي كانت محل نزاع وبالنسبة للكثير، بحيث إذا اعتمدنا على الدامج كهو أولوية وبريوريتي للتقييم فستذهب لستيف إيرسينغ، لكن إذا اعتمدنا على من يعمل أكثر بالجولة والذي هو صاحب التقدم والأسباقية على الواقفة أو على الأرض فهي ستذهب ألكسندر بونتويا. المشكلة أن الدامج كان كبير جدا الذي انتهى بكات، يعني جرح كبير وعميق أنهى الجولة، لكننا إذا اخترنا أنه من عمل بالجولة بأكملها يعني من عمل وكان السباق كما قلنا فيتذهب لألكسندر بونتويا عفوا، لكن إذا اعتمدنا أن الدامج هو الأهم في هذه اللعبة كما قال دي سي دانيال كورمي فهي ستذهب بشكل بسيط وسهل وواضح لستيف إيرسينغ، لكننا لن نعلق من فاز بها في هذه اللحظة. الآن ننطلق للجولة الرابعة ونأتي للحديث عنها. الجولة الرابعة كانت بالنسبة لي بشكل واضح وبالنسبة للكثير من المشاهدين هي لستيف إيرسينغ، حيث أعطى لكل ضربة أخرجها حقها، كانت في المكان المناسب، ريتم جيد جدا، تحركات رائعة، جاب استعمله بشكل أروع، كان تايك داونز الذي يقوم بها والذي يطلبها ألكسندر بونتويا واضحة بشكل كبير من بعيد، يعني كان كل شيء في صالح على ستيف إيرسينغ. بالنسبة لي الجولة كانت 100% لصالحه. ثم نأتي للجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة وما أدراك ما الجولة الأخيرة، غباء ولا أروع، غباء اصطناعي مستورد يعني، ونتأسف لقول هذا من طرف ستيف إيرسينغ، بحيث إذا قسمنا الجولة لمنتصف، فإن المنتصف الأول كانت لطرف ألكسندر بونتويا الذي حصل على تيك داونز ولم يقم بأي شيء فيه، لم يقم بأي شيء لدقيقتين، لم يقم بأي شيء، وهذا كان أولا خطأ ستيف إيرسينغ الذي حصل على تيك داون نجح فيه، ثم خرج من وضعية وكان يمكنه ترك خصمه عفوا يقاتل على الواقف، بما أنك أنت كنت قادم متفوق في الجولة الرابعة ويعني سيكولوجيا وجسديا كنت متفوق على ألكسندر بونتويا والذي هو تعبان ولديه مشاكل، ثم تعطيه فرصة للعودة فيأخذ التيك داون، لكن لحسن حظك لم يقم بأي شيء، ثم تخرج من التيك داون والقتال مرة أخرى على الواقف للحظاتين أو ثلاثة، كنت أنت السباق، أنت المسيطر، نفس الأسلوب الذي حصل بالجولة الرابعة، وضربة أخرى بإلبو قوي جدا كما حصل في الجولة الثالثة، دامج آخر كان سيعطيك الجولة ويعطيك اللقب بشكل غير قابل للنقاش، ومع ذلك تذهب للتيك داون وأنت لست مقاتل تيك داون، فستجد أن ألكسندر بونتويا استغل الموقف مرة أخرى وأخذ الفرصة، وهذه هي خبرة البطل، وأنا خاسر في هذا النزال لكنني أستغل أي فرصة تعطيها للحياة، وأنت أعطيته تلك الفرصة وأخذ الجولة الأخيرة بتايك داون آخر، لكن هذه المرة كان فيه بعض الكنترول تايم، بعض
الجانم باوند، وأنت لم تقم بأي شيء كدفاع، وبالتالي أخذ الجولة الأخيرة بشكل تافه جدا، وفقدت البطولة وفقدت كل شيء. أنت كنت متقدم بالجولة الثانية وربما الجولة الثالثة والجولة الرابعة حسبتها، والباطل كان فائز بجولة واحدة فقط هي الجولة الأولى، وبدأت تأخذ الجولة الخامسة لمصلحتك. كنت يمكنك حتى أضرب وهرب، ستأخذ عفوا اللقب، يعني ستصبح البطل مصنف العاشر، أنت هو البطل، ومع ذلك فرطت في اللقب بشكل غبي جدا. يعني هذه الخبرة وهذه التجربة. يعني لما تحدثنا ماذا ستحكم على الجولة الثالثة، الجولة الثالثة إذا كان القتال بالنسبة لي لو فاز الجولة الخامسة ستيف إيرسينغ، الجولة الثالثة سيعطيها الحكام له مباشرة، يعني سيقول لك أنا الراجل فاز بثلاث جولات أخرى وعنده جولة واحدة نعطيها له، يعني أنت فاز بالجولة الثانية، فاز بالجولة الرابعة، وستفوز أيضا بالجولة الخامسة، لماذا أنا أمنحك الجولة الثالثة والبطل فاز بجولة واحدة فقط، وبالتالي الجولة الثالثة نعطيها لك، ونعتمد على أننا حكمنا واستغلنا أن الدمج له أولوية على ما قام به الخصم طوال المواجهة. لكن لما أعطيت الفرصة للبطل العودة في الجولة الخامسة، أصبح الحكام بنظري أنه ما يقدرش يمدلك الجولة الثالثة، لأنك تحصلت على ضربة واحدة ولم تسقطها، يعني أنت لم تسقطها، ومثلا في ناك داونز هكذا سيضرون بالبطل. والقانون المتداول يعني المعروف دائما أن المنافس هو الذي يجب أن يقوم بأداء يفوق البطل بمراحل ليضمن الفوز أمام الحكام، يعني حتى لو فز بجولتين والثالثة فيها محل شك لن تأخذ البطولة، هذه معروفة، هذا ما حصل في عديد من المواجهات التي يعني يقدمون أداء متقارب مع البطل ثم يقول نحن فزنا وما إلى ذلك. ستيف إيرسينغ هو الذي خسر، كما قال أحد المشاهدين الذي رأيته في منصة إكس، ستيف إيرسينغ هو الذي خسر، بونتويا لم يفز، وبالعكس بونتويا أظهر أن لديه ثغرات يمكن لقادمين من الخلف أن يستغلوها، فاز بشق الأنفس، ولو لم تكن الجولة الخامسة التي أخذتها بغباء خصمك كنت ستفقد لقبك وبطولتك أمام مصنف قبل شهر فقط، أمه بالذات ربما لم تكن تعرف أنه يقاتل بالمنظمة. يعني كما قلنا كارد ضعيف من ناحية الأسماء ومن ناحية المواجهات، أتى بين الكارد التاريخي وأيضا قبل الكارد آخر تاريخي أيضا يحتوي على اسمين قويين بالمنظمة، يعني كارد للنسيان. أتمنى أن رأينا أعجبكم، أردنا مشاركة رأينا بشكل قصير، لا تنسوا دعمنا باللايك وشير الاشتراك بالقناة، نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى، السلام عليكم.